الآن سنتحدث فيها عن خروج منتخبنا الوطني من منافسات كأس آسيا من الدور الأول وسط نتائج وأداء غير مرضي للجماهير العمانية التي عبرت عن استيائها الشديد من مردود المنتخب وطالبت باهتمام أكبر بالرياضة العمانية بشكل عام وبكرة القدم بشكل خاص. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم لنا مباشرة عبر الهاتف الإعلام الرياضي الأستاذ خالد الشكيلي. أهلا وسهلا بك الأستاذ خالد. مرحبا أخوي عبد الله، مساك الله بالخير وتحية لك ولكل المستمعين للشبيبة. يا مرحبا وسهلا فيك وسعيدين بالتواصل معك. خالد، ماذا يشكل خروج منتخبنا الوطني من منافسات كأس آسيا ولماذا كل هذا الضجيج رغم أنه هذه منافسات كرة قدم والبعض يقول يمكن أن تتوفق في بطولة ويمكن أن تخرج من بطولة وهكذا وهذا حال كرة القدم؟ نعم، اولا اخوي عبد الله اسمح لي بس استغل هذه الفرصه يعني نعزي الوسط الاعلامي ونعزي انفسنا، وانتم قبل شوي عرضتوا ايضا التقرير الخاص بوفاه اخونا العزيز الاستاذ الكبير عبد الله بن سعيد الشعيلي. يعني هذا الرجل اللي والمسؤول اللي بكل ما تعنيه الكلمه من معنى، يعني كان نعم الرجل ونعم الاعلامي ونعم المحب والغيور لهذا الوطن، فنسال الله له الرحمه والمغفره والله يسكنه فسيح جناته هذا الرجل صاحب القلب الناصع البياض. بالنسبه لسؤالك عبد الله اخوي، طبعا اكيد الوسط الرياضي يعني رده الفعل، انت اليوم كمتابع وكرياضي نؤمن تماما بين كره القدم والرياضه فوز وخساره، لكن في المقابل انت ممكن تقدم اداء ومستوى وما تحقق نتيجه، فنوعا ما الجمهور يقول والله احنا لعبنا وادينا وقدمنا ولكن ما كنا محظوظين وما كنا موفقين، والحظ والتوفيق هذا ايضا جزء من الرياضه وجزء من الحياه ككل، لكن انك ما تقدم مستوى ولا اداء وتخرج بهذه النتائج وفي مجموعه من المفترض انها تكون سهله بالنسبه لك انت كمنتخب توصل دور 16 وبعد ذلك ربما تساعدك الحظوظ انك توصل حتى لدور الثمانية وتخرج بهذا الشكل وبهذا المستوى وبهذه النتائج، اكيد يعني لها كانت ردة فعل كبيرة من الجمهور من الوسط الرياضي ككل من الإعلام من كل المتابعين حتى المحايدين اللي من إعلام ومن جمهور لمنتخبات ودول ثانية كان يراهن على منتخب أنه ممكن أنه يصل يعني ويحقق ما يعني شيء ما حققه من قبل، يعني على الأقل يتجاوز دور 16، لكن بكل أسف رغم فترة الإعداد الطويلة رغم التحضيرات رغم إيقاف يعني حوالي 35 يوم المنتخب في معسكر وهذا الشيء ما حصل لأي منتخب آخر وربما له جانب إيجابي وله جانب سلبي أيضا، إلا أن يعني النتائج أتت مثل ما شاهد الكل، خرجنا بنقطتين صدمة كانت جدا كبيرة، يمكن حتى ذكرنا بالنسبة لي اللي حز في نفسي أكثر شيء وأنا أشوف اللقطات في مباراة قرغيزستان للجمهور، يعني أنت تشوف الجمهور والدموع في عيونهم، فهذا الجمهور اللي بالأمانة يعني كان يعني ينتظر لحظة يفرح فيها لكن بكل أسف يعني. نعم، بعد دقائق بسيطة حوالي نصف ساعة خرج الاتحاد العماني لكرة القدم وأعلن أنه لن يجدد لمدرب منتخبنا الوطني برانكو، هل تعتقد أنه هذه ردة الفعل كافية كاتخاذ يعني إجراء وردة فعل إذا خروج منتخبنا من كأس آسيا؟ لا والله عبد الله أخوي شوف، هذه كلها هي أقرب للمسكنات والمهدئات يعني فقط، يعني نفس الشخص لما يشتكي من ألم معين وتجي تقول له تعال والله أنا بعطيك إبرة أو حقنة يعني فبيرتاح يمكن ساعة ساعتين وبعد ذلك بيرجع للألم أكثر، فهذا الموضوع يعني يجب أن احنا نوجد حلول جذرية وليس حلول وقتية. المدرب يتغير، نعم هذا مطلب ما في أي جدال، الاتحاد يتغير نتمنى هذا الشيء أنه أيضا يتم لأن في هناك تقصير وفي أخطاء كانت كثيرة، لكن هل لو صار هذين التغييرين راح خلاص المنتخب ينافس وراح يكون مثلا يقدم راح يكون بطل؟ لا، ما نخدع أنفسنا ولا يعني نتأثر أو ننخدع بالحلول الوقتية هذه، لا احنا مشتاجين لما هو أكثر من ذلك، الرياضة وكرة القدم وغيرها صارت صناعة وصارت عمل وصارت وظيفة وصارت أشياء كثيرة فيها يعني وتطورت أشياء كثيرة، وإحنا بكل أسف وأنا ذكرتها في أكثر من لقاء وفي مقطع فيديو يمكن بالأمس أعيد نشره وكان سابق من 4 أو 5 سنوات، المنتخبات اللي كنا نتجاوزها بالخمسة وبالستة زمان، هذا زمان اليوم ما بس إحنا وياها في نفس المستوى، لا تجاوزونا كذلك
يعني اليوم مثلا منتخب طاجيكستان اليوم يلعب دور 16 اليوم راح يواجه منتخب الامارات بينما منتخبنا احنا خلاص اللي في مسقط واللي واصل صلاه العاد واللي في البريد واللي في السويق واللي واللي هذا الشيء بصراحه يحز النفس حسره طبعا الجماهير اللي طبعاً ما تعودت انه نخرج مثل ما ذكرت لكن ما بهذا المستوى بهذا المستوى. ما بهذا المستوى عبد الله اخوي شوف يعني الجمهور تصور بالسيارات طالعين من 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 مختلف انحاء يعني محافظات السلطنه حتى من صلاله والله واحد يقول لي من صلاله طالع يراسلني حتى في تويتر ما عندي رقمك يراسلني على الخاص يقول لي على اساس موضوع التذاكر وغيره وفي المقابل بكل اسف يعني الاتحاد او رئيس البعثه او غيره يطلع ايضا بتصريحات يعني تصريحات استفزازيه للجمهور بدل ما انا اليوم كشخص مسؤول مفترض اني امتلك الدبلوماسيه والحنكه ايش اصرح ومتى اصرح وايش اقول ما فقط يعني قال لي تعال يا اخي لقاء يا اخي اليوم انا الاخ جاسم متواصل معي من اذاعه الشبيبه لو كنت نفسي ما قادر اني اطلع واخذ اللقاء عندك عبد الله على الهواء بقول له جاسم اعذرني انا ما اقدر اتداخل معكم اليوم اشوف نفسي ما مهيئ او ما جاهز لكن اذا اطلع واتكلم فعلي اني اتحمل مسؤوليه وكل كلمه اوزنها ويكون لها تاثير الايجابي لمصلحه المنتخب وليس لي اني اقول انا ما مسؤول عن تذاكر الجمهور او الجمهور من مسؤول عنه الجمهور يعني نعم لكن خالد كيف تغيرت بوصله انتقاد مدرب المنتخب الوطني الى هذه المره اتحاد كره القدم يعني من وجهه نظرك الى اي مدى يتحمل اتحاد كره قدم هذه كره القدم هذه الانتاج النتائج السلبيه نعم شوف عبد الله اخوي اخطاء اعتقد برانكو كانت واضحه من خلال حتى الفترات الماضيه الغموض اللي كان يكتنف ابعاد بعض اللاعبين وذكرناه في اكثر من لقاء ايضا كان مفترض من الاتحاد ان تكون له خطوه في هذا الجانب صحيح هو المدرب وصاحب الخيارات لكن لا تعال يا مدرب انت قاعد تشتكي من عندك مشاكل لكن في واحد اثنين ثلاثه عطنا مبررات على الاقل يا اخي اطلع بالمؤتمر الصحفي وضح للجمهور وضح للوسط الرياضي ان استبعدت اللاعب الفلاني بواحد اثنين ثلاثه ممكن تقنع الوسط الرياضي وممكن يصير العكس يصير نقاش في الموضوع المدرب كانت اخطائه تتكرر وبعد ذلك يعني العذر الاقبح من ذنب انه جاء وقال يعني مدرب يقول اعطوني مهاجم او اذا عندكم رشحوا لي لاعبين طيب انت تراك انت مش موسم او موسمين انت اكثر من اربع سنوات وانت في الدوري وفي ومع المنتخب ومفترض انك انت اللي توجد الحلول ما انت تجي تقول للاعلام او للمنتقدين اعطوني رشحوا لي مهاجمين او لاعبين او غيره يعني فالاتحاد عدم مساله محاسبه المدرب التقييم اليوم من اللي يقيم المدرب هل في فعلا تقييم حقيقي هل وضع نقاط على الحروف احنا نخسر من قرغستان في ملعبهم نفوز هنا على الصين تايبي في التصفيات هذه المزدوجه لكاس العالم وكاس اسيا القادمه بصعوبه وتمر الامور يعني الامور هذه مرور الكرام وبعد ذلك بدل ما يكون هناك ايضا عمل ويكون هناك نوع من التنسيق والتنظيم والتقدير ايضا للجمهور نتفاجأ بتصريحات في المقابل يطلع البعض بكل اسف بعض المتمصلحين في حساب الاتحاد يطلع لنا بتغريدات غريبه وعجيبه ولما يكون في نقد يصف الناس اللي انتقدوا بالغوغائيه وغيره وبعد يومين او ثلاثه نفس هذا الشخص هو اللي صار غوغائي وانتقد وتكلم و و و و واشياء كثيره يعني احنا بدل ما نكون كلنا دعم ومسانده للمنتخب وننتقد نعم احنا لما تنتقد انت لا في واحد يقول لو صعد المنتخب لدور ال 16 راح الجمهور لما يتكلم او الاعلام ترى يتكلم عن مباراه مثل اللي حصل في مباراه السعوديه انك انت تنهي المباراه بسبعه مدافعين هذه ما صارت في كره القدم طبيعي انك تنتقد يعني نعم انا يمكن خلال هذه المساحه ما اريد ادخل في مساحات فنيه لانه هناك من يعني اخبر مني في هذا الجانب لكن قراءه للمشهد بشكل عام وانت ذكرت نقطه في غايه الاهميه وهي الاعلام العماني الرياضي اليوم الى اي مدى خالد من خلال قراءتك للمشهد يؤثر يعني عدم تغليبنا احيانا لمصلحه الرياضه ومصلحه المنتخب الوطني اتجاه مصالح اخرى ولماذا نشعر هكذا وكأنه الإعلام العماني يتموضع في معسكرين معسكر دائما مع المنتخب أصاب أو أخطأ ومعسكر دائما ضد الاتحاد أصاب أو أخطأ والله إذا كانت هذه المعادلة فعلا حاضرة وموجودة فأنا أعتقد أنها مشكلة كبيرة الإعلام
يعني أنا أذكر مرة في إحدى المباريات انتقدنا اللاعبين بين الشوطين في استوديو تحليلي بعد المباراة امتدحنا نفس اللاعبين، فتواصل معي قال لي يا أخي أنت متناقض، كيف أنت مدحت اللاعبين انتقدتهم بين الشوطين؟ قلت له يا أخي إحنا ترى نتكلم عن اللي نشوفه، فأنت ممكن يعني أنا مثلا ممكن أجي أنتقد إبراهيم المخيري حارس المرمى لأنه تسبب بهدف، لأن نتكلم عن لا عن عن شيء حصل في نفس المباراة، ممكن الشوط الثاني إبراهيم يتألق، ممكن يتصدى ركلة جزاء، فأعطيه حقه أيضا. الإعلام مفترض أنه يكون متوازن ويتحدث عن الأمور بكل وضوح وبكل شفافية، لكن إحنا بكل أسف البعض يعني في اتحاد ما كان يهاجم الاتحاد ليل نهار، وفي الاتحاد وكأن هذا من عدوي وهذا من شيعتي وهذا من عدوي، يدافع عن الاتحاد ليل نهار، لا بل يقلل من الآخرين ويصفهم بالغوغائية وغيره. طيب وبعدين وبعد ما صار التعادل في مباراة تايلند خرج لنا نفس هذا الشخص وذكر بأن كذا وفي تغيير مدرب وانتقد وليش ما عنده حلول هجومية. طيب ما انت اللي قبل يومين قاعد تنتقد الآخرين وتصفهم بالغوغائية، فهذا التناقض الغريب أيضا أحد الأسباب اللي ممكن تسبب لك مشكلة وتسبب لك خلل. عبد الله أخوي بس ما أحلف هذا المساحة أيضا أن أستغل هذا الوقت، وأنا ذكرتها في تغريدة اليوم، أنت عبد الله تناقش في الشبيبة، إذاعات أخرى تناقش، التلفزيون يناقش، الإعلام، مواقع التواصل الاجتماعي ضاجة، الجمهور، اللاعبين، صحيح وفينا حب وغيرة ويعني وما نرضى أبدا على المنتخب، المنتخب عبد الله يمثل للناس، يعني شوف في ناس يعني في ناس لو تسألهم عن الدوري يمكن ما يعرف ولا نادي ولا يتابع، لكن المنتخب هذا شيء مختلف تماما، شيء يعني يرتبط بالوطنية مباشرة. فالرياضة وكرة القدم أنا أقول بحاجة إلى تدخل مش من خالد ومن عبد الله السعيد ومن خميس البلوشي ومن فلان وعلان، التدخل شخصيا يكون من صاحب السمو السيد ريزن، هو اللي بيده إنه ينقل الرياضة إلى المستوى اللي إحنا نطمح واللي إحنا نتمناه. يا أخي إحنا فينا غيرة، وإحنا يعني لما نشوف المنتخبات التالية وين وصلت وكيف حققت وكيف تنافس، واحنا جمهورنا بدموعه في جمهورنا بدموعه في المدرجات، يا اخي شيء ترى يحز في النفس. فالحل وعبر اثير الشبيبه، انا اوجه هذه الرساله لصاحب السمو السيد يزن بن هيثم، انك يا صاحب السمو انت بيدك الحل لنقل الرياضه بشكل عام وكره القدم بشكل خاص الى مستوى المنافسه على مستوى اسيا، وللوصول ايضا وتحقيق حلم الوصول لكاس العالم. اما بالوضع الحالي احنا قاعدين نمشي بالبركه عبد الله، نكون صريحين بالبركه، مسابقات تعبانه، انديه متهالكه، لاعب الصبح في الدوام ويرجع البيت الساعه 2 والساعه 5 يقول له تعال تمرن، هذا ايش في بقد اللاعب على اساس انه يقدم ويؤدي؟ هي خالد اكيد انها منظومه واسعه جدا، لكن مثلا طبعاً في فترات سابقه تم الاشتغال بشكل وفق يعني الادوات المتاحه، تم الاشتغال بطريقه مركزه وتحقيق نتائج يعني ايجابيه. اليوم هذه المنظومه اكيد يعني وان تم العمل عليها ولكن ستحتاج يعني وقت كبير. اليوم صحيح عبد الله ايش من التركيز على الايجابيه؟ نعم اكثر من كاس الخليج، وهذا انا قلتها احيانا يمر عليك جيل ذهبي نفس جيل عماد مثلا وبدر وعلي الحبسي كذا، يعني مجموعه 15 16 لاعب جيدين وتمشي عندك الامور، لكن تمشي وين؟ احنا ما نافسنا في كاس اسيا، وين وصلنا في كاس اسيا؟ احنا ما صعدنا كاس العالم، احنا صارت هذا الشغف اللي حققناه في خليج 19 وخليج 23 وكانه هو منتهى الطموح. طموح الجمهور اكبر، كاس الخليج هذا خلاص بقت شغف، كان حلم بالنسبه لنا تحقق مرتين. اليوم احنا نريد ننافس في كاس اسيا، نريد نوصل كاس العالم، يا اخي الحين 8 منتخبات ونص مقاعد، يعني انت الحين هذه البطوله الجايه عندك فرصه تاريخيه، وعلى يعني مره ثانيه اقول المسؤولين التحرك في هذا الجانب، احنا محتاجين قرار حكومي في هذا الموضوع وخطه قصيره المدى وايضا طويله المدى. نعم المدرب يتحمل وخلاص المدرب رايح واخطاء كانت كثيره، نعم الاتحاد يتحمل وفي بعض المسؤولين بكل اسف ما يستحق انه يتواجد في اتحاد كره القدم، نعم بعض الاعلاميين مؤثرين ومتمصلحين لمصلحه ما ومؤثرين في هذا الجانب، نتمنى هذول عدم تواجدهم، لكن مش هذه كلها الحلول. نعم. الحلول ايضا اكبر من ذلك اكيد. نعم هل تطالب خالد باستقاله الاتحاد؟ والله انا اطالب، نعم اطالب باستقاله الاتحاد، وحتى شخصيا تواصلت مع اعضاء الاتحاد بكل محبه وتقدير، انا نشوف ما نشخصن الامور، انا اليوم مثلا
يعني مثلا عبد الله، انا عبد الله السعيدي كشخص احترمه وقدر، لكن ممكن اختلف معه في طرح في عمل معين. هذا ما احنا ما نشخصن الامور، ولكن نتكلم عن عمل ونتكلم عن اخطاء ونتكلم عن تقصير في اكثر من مناسبه صارت. وغياب التقييم وغياب القرار القوي والحضور، يا اخي عبد الله احنا فقدنا حضورنا القوي لما نحضر في المسابقات. يجب الاتحاد اللاعب العماني المنتخب العماني يكون له هيبة، يكون له تقدير، ويكون له مكانته الحقيقية. نعم. ما نكون إحنا بكل أسف الأقل بين البقية يعني. نعم. فنعم أني أطالب ورسلت للعلم. أنا ما عندي شيء خبيه، رسلت لأعضاء في الاتحاد وقلت لهم كثر الله خيركم، وإحنا ما بيننا وبينكم إلا الخير، ولكن واحد اثنين ثلاثة ومن الأفضل بما أن باقي سنة أو موسم ترك المجال وللآخرين يعني. نعم. ما تعليقك خالد على تصريح بشأن تعاقد أو تحرك الاتحاد العماني نحو التعاقد مع مدرب عالمي؟ وهذا الكلام كان عبر أثيرنا في الشبيبة، وأكد المصدر أنه هذا الكلام مباشرة يعني من الاتحاد العماني لكرة القدم، وفي وقت يعني يعتبر وجيز جدا في أنك أنت تفتح مفاوضات مع مدرب آخر وانت توك طالع من مسابقة. وهذا التصريح طبعا على أثيرنا وما غريب، يعني أدلى بالإعلامي سالم الحبسي في أحد المقابلات أن الاتحاد فتح خط مباشر في التعاقد مع أحد المدربين العالميين. نعم، أنا أعتقد أن كلام سالم غير صحيح هذا إطلاقا، وهذا أحد المسكنات والمهدئات كذلك. لأن عبد الله شوف، ما ممكن أنت اليوم المنتخب مثل ما تفضلت بعد نص ساعة وكذا ساعة تقول والله فتح يعني في مفاوضات مع هيرفي رينارد المدرب الفرنسي. رينارد ترك منتخب السعودية بكل الإغراءات والمكانة اللي أوصلها المنتخب السعودي، راح يدرب منتخب سيدات فرنسا ايضا خلال خضم هذه بطوله كاس افريقيا الحاليه. منتخب ساحل العاج اقل مدربه في البطوله، والطلب برساله رسميه من الاتحاد الفرنسي يعني اعاره المدرب هيرفي رينارد انه يمسك منتخب الكوت ديفوار ساحل العاج الى نهايه البطوله، ولكن الاتحاد الفرنسي رفض، وبالتالي المدرب مستمر. ما اعتقد، لان المدرب احد المدربين اللي يعني خلنا نقول ايضا صاحب قيمه عاليه جدا بالنسبه لعقده ورواتبه واشياء اخرى. اليوم أيضا ظهر لنا مدرب تشيك السابق اللي استقال طبعا، وكان مساعد قبلها لمدرب منتخب تشيك، وبعد ذلك أيضا تولى تدريب منتخب تشيك. في عدة أسماء ظهرت كذا فجأة، هل هي ربما الإشغال الوسط الرياضي أو غيره، ولكن مرة ثانية يقول مشكلتنا مش في مدرب أو في شخص مثلا رئيس اتحاد أو في مسؤول. إحنا نعم فيهم أخطاء وفيهم تقصير وفيهم مشاكل، لكن مشكلتنا أكبر من ذلك. نعم. يعني ما شعرت أنك متردد في التشكيك بمصدر إعلامي آخر يعني طرح هذا؟ لا والله. نعم. ما شو اسمه، أنا شوف أقول لك ما مسألة تشكيك، ولكن أنا أقول لك الخبر غير صحيح، لأن اليوم أنا أقدر أيضا يعني إذا كانت على كذا أنا والله بجي اليوم بنزل تغريدة، الحين من أسكر من عندك بنزل تغريدة بقول والله كلوب اللي اعلن رحيله نهايه الموسم عن ليفربول في مفاوضات عنده من المنتخب. وايش المصدر؟ وايش وليش الاتحاد ما خرج بنفسه في بيان وقال اكيد؟ ايوه أنا هذا انا هذا. وليش ايضا التسريبات هذه اللي ظهرت فجاه من بعد مباراه قرغزستان على طول، يعني من نفس المصدر انه والله المدرب هذا ما مستمر، او ان المدرب في تفاوض مع رينارد، وانه ليش انت في رايك عبد الله وانت اعلامي ايضا محنك هذه التسريبات الخاصه جدا؟ ليش الاتحاد نفس ما حصل بعد مباراه قرغزستان نزل ببيان اعتذر فيه للجمهور؟ انا اعتبرته بيان شجاع من الاتحاد. يا اخي اخرج الحين بيان وضح ايش اللي صار في البطوله ووضح ايش القادم، اما ما التسريبات هذه ويجي سالم الحبسي او يجي خالد شكيلي وغيره. انا خلاص اذا الحين بجي بقول والله ايضا صح مورينو اقيل من تدريب روما، بقول مورينو وكلوب وتشافي اليوم امس اعلن انه ما مستمر مع برشلونه، ثلاث مدربين يفاوضهم الاتحاد. yeah. بقولهم معي مصدر ونشر التغريده في تويتر وبتنتشر في مواقع التواصل.
ما ممكن، لازم عملك عبد الله يكون ايضا ممنهج ويكون مرتب ويكون منظم في هذا الجانب. نعم اكيد كل اعلامي مسؤول عن مصداقيه وحقيقه ما يطرح، لانه مش مغرد على وسائل التواصل الاجتماعي ومجهول المصدر ويقول اللي يريده. نعم. اكيد يعني صاحب كلمه. ما تعتقد انه من الغريب ان نحن نطالب بتدخل الحكومه باي شكل من الاشكال في عمل الاتحاد العماني لكرة القدم، ويعني نعرف ان هناك شيء جمعيه عموميه وشيء انتخابات. نعم. وشيء تصويت، هي من أوصلت هذه الأسماء اليوم إلى الاتحاد؟ زين ذكرتني بالجمعية العمومية، أنا والله كنت نسيت هذا. أول شيء شوف، أنا حتى لما ذكرت مسألة التدخل، ترى التدخل أولا ما يعني، يعني حتى حد رد علي في تويتر قال لي الفيفا يوقف، قلت له أنا ما قصدت التدخل اللي هو يقصد، هذا رقم واحد. التدخل لإنقاذ الرياضة، أنت تتكلم عن أشياء كثيرة أنت محتاجة في الرياضة، بنية تحتية، أندية، أشياء كثيرة تخص الجانب، مش تشكيل أو تعيين مجلس الإدارة، هذا جانب. الجانب الآخر عبد الله، ونكون صريحين، على أساس أن الأمور تكون على بساط أحمدي، صحيح في انتخابات، ولكن الخليج بالذات وحتى في بعض الدول العربية للحكومة تدخل بطريقة أو بآخر، بطريقة أو بأخرى. بمعنى اليوم لو مثلا شخص مسؤول في الحكومة مثلا ما يريد مثلا خالد شكيري يكون رئيس الاتحاد، والله لو ألف في الأندية كلها ما بحصل غير يمكن صوتين أو ثلاثة اللي تريد، وحاصل يحصل في السعودية، يحصل في الإمارات، يحصل في قطر، ويحصل معنا كذلك، وصريحين هذا جزء. الجزء الآخر لما تقول للجمعية العمومية، وأتمنى أعضاء الجمعية العمومية ورؤساء الأندية اللي يسمع هذا المداخلة، جمعية عمومية ضعيفة جدا، مش ضعيفة، ضعيفة جدا، وتقاد ولا تختار ولا تنتقي الأفضل وتعتمد على المصالح. بدليل، خلني أعطيك دليل واحد. اليوم والله يجي فجأة مثلا واحد يقول لك تعال أنا بعطيك 5 أصوات حال اتحاد كرة القدم، لكن أنا بترشح في اتحاد كرة اليد، وصار وهذا اللي صار عبد الله بكل أسف. أخدمني وأخدمك، ساعدني وساعدك، وبالتالي تحصل هذه الانتخابات وهذه الاختيارات. وانا يمكن شفت لقاء الاخ جابر وذكر، قال احنا لما كان عن طريق التعيين يقول امورنا كانت تمشي بشكل افضل، او على الاقل ممكن 50% بالتعيين و 50% مثلا بالانتخاب كمثال يعني. لكن مره ثانيه ارجع لك اخوي عبد الله، الانتخابات صحيح ان تشارك فيه الجمعية العمومي، لكن ايضا خاصه في دول الخليج هناك تدخلات بطريقه او باخرى، لان الرياضه وكره القدم يعني من المفترض ان لها اهتمام اكبر، وبالتالي من يعني يتولى هذه المناصب عاده يكون بتوصيات من جهات عليا. لكن هذا مشهد خطير خالد، اليوم اذا كانت الجمعيه العموميه بهذا الضعف وهي تعكس حال ضعف الانديه، معناتها لن تستطيع تقييم الاتحاد، ولن تستطيع ايصال الكفاءات المطلوبه لرئاسه الاتحاد في الانتخابات القادمه، وبالتالي يعني سنظل في دائره مخيفة على مشهد رياضتنا، خاصة بالاتحادات. نعم. يعني ونحن نتكلم عن انتخابات بشكل كامل. بالضبط. وانت عبد الله اخوي لو تجي تقيم مرحلة زمان اللي كان فيها بالتعيين، والمرحلة الحالية اللي فيها مثل ما يقولوا الديمقراطية والتصويت وما ادري شو هذه المسميات، ايش اللي تغير؟ هل تقدمنا؟ هل صرنا افضل؟ هل تطورنا في جانب؟ لا والله ابدا، يعني مجرد اجل اليوم والله اشكل مثلا تكتل من 15 16 نادي، تعال احنا بنرشحك انت، بنخليك عضو في اتحاد كره القدم، لكن ترى انا عندي شخص اريد يكون رئيس لاتحاد السله، بيقول لي والله زين خلاص تمت الصفقه، صوت لك من هنا وصوت لي من هناك، انت تفوز هنا وانا افوز هناك وتمشي الامور. يعني هذا اللي حاصل، انا اقول لك اياها بكل اسف. نعم. ومرة ثانية أو مرة ثالثة أو المرة العاشرة، الحكومة يجب أن تتدخل لإنقاذ الرياضة وكرة القدم. إحنا تعبنا ترى، العمر يمضي، بنشوف منتخبنا في كأس العالم، نريد ننافس في كأس آسيا. نعم. يعني حرام هذا الجمهور، والله إني حزب النفس، تشوف هذيك الجماهير وتشوف ذيك اللقاءات بعد المباراة، والله الدموع في عينهم، اللقطات اللي كانت في نهاية المباراة بعد ما سجلوا قرغزستان الهدف، يعني لقطة الجمهور والله
يعني شيء يعني يحز بالنفس كثير يعني. نعم، من خلال قراءتك خالد، ما هي توقعاتك للقادم؟ هل تتوقع أن الاتحاد العماني لكرة القدم قد يقدم على خطوة الاستقالة وفتح المجال لكفاءات أخرى أن تصل إلى الاتحاد وتدير الفترة القادمة، أم ماذا بالتحديد؟ والله أنا مثل ما خبرتك من خلال تواصلي بالأمس مع ورسالة بعثت لي أكثر من شخص في الاتحاد، يعني استشف من كلامهم أنه ما في، أنه بالنسبة لهم ما عندهم هذا التوجه بالنسبة للاستقالة. هنا يأتي دور الجمعية العمومية أنها مهم التي يعني لا تعول عليها أنت أصلا، يعني إذا كانت في جمعية عمومية أصلا مؤثرة، لأن بكل أسف أقول لك إياها بكل أسف مش لو ضعيفة بعدها ممكن ضعيفة جدا. يعني جمعية عمومية يعني لا تقيم لا تأثر لا، وإحنا نطالبهم هم بالتغيير. فبكل أسف يعني الوضع بصراحة يعني محزن عبد الله، وضع أنا الرياضي بشكل عام والكروي بشكل خاص محزن. نعم. جدا. وتحدثنا عن مسابقات، نتحدث عن أندية، نتحدث يا رجل عن لاعبين وظروفهم ووضعهم، نتحدث عن مراحل سنية. اليوم لاعب في المراحل السنية يلعب لك 10 أو كم مباراة وبعد ذلك خلاص إذا فريقه ما صعد هذا الناشئ أو هذا الشاب خلاص سنة كاملة ما يلعب أبدا. نعم. مشاكل وهموم كثيرة لو نيس نتكلم أنا ما راح ننتهي في هذا الجانب، لكن نتمنى ونتأمل وثقتنا جدا كبيرة في أن صاحب السمو السيد يزن يكون له تدخل قادم من أجل الرياضة في هذا الوطن الغالي. خالد قبل الختام، نحن نتكلم الآن من منطلقنا نحن كإعلام، والكل يعلم خاصة في الرياضة للإعلام دور كبير حقيقة في تغيير أحيانا يعني واقع الأمور إلى وضع أفضل. رسالتك اليوم لكل زملاء هذه المهنة ودورهم كذلك في المرحلة القادمة وتغليبهم لمصلحة كرة القدم العمانية حتى يقومهم بدورهم. اليوم الإعلام ما ممكن يمكن يكون يعني في موضع القرار الحكومي ولا في إدارة مثلا الاتحاد ولا في الأندية ولا في المستطيل الأخضر نفسه، لكن عنده الكلمة الصادقة وعنده الرسالة الصادقة وعنده الموقف الصادق. هذا اللي مفترض عبد الله، ومفترض ان احنا ما ننظر لي أشخاص من رئيس الاتحاد من النائب من أنا على فكرة حتى أحسس أوضح جزئية، يمكن أنا أكون انتقدت مشتل مسروري في تغريدة وانتقدت في فيديو انتشر خلال الفترة الماضية نائب رئيس الاتحاد، لكن الله يعلم أن هذا الرجل يعني أنا أشوف لو كنت أريد أجامل بجامله هو، لأن تربطني فيه علاقة جدا قوية وهو يدرك هذا الشيء تماما، يعني أعتبر بمثابة الأخ، يعني هو أبو تركي وأنا أبو تركي، لكن في العمل وفي المجال هذا ما في انك انت تجامل. انا قلت كلمه حق وانتقدت هذا 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 الشخص لانه قصر ولانه اخطا واحد اثنين ثلاثه، اما كاحترام وكتقدير بيني وبينه هذا يبقى ان شاء الله للابد هو وغيره ايضا. احنا نتكلم عن عمل، فمفترض الاعلامي اليوم والله ما ادري انا والله مثلا في عهد مثلا رئاسه عبد الله السعيدي انا وعبد الله مختلفين هاجم ليل نهار، بينما لما يجي رئيس آخر وأنا بيني وبينه مثلا علاقة قوية أو مصلحة معينة أقوم بالدفاع المستميت ومهما تصير أخطاء وغيرها. بالعكس لما حد ينتقد أصفه بالغوغائي وأنتقده ويعني أحاول أني مثل ما يقول يعني تكون لي ردود مؤثرة في هذا الجانب. لا، المصداقية والشفافية والوضوح يجب أنها تكون حاضرة. أنا أتكلم عن نفسك كخالد، الله يعلم انتقدنا وامتدحنا كل الإدارات، أتحدى شخص يقول لي أنت إدارة معينة ما انتقدتها أو ما امتدحتها. ما تقيد في عملها يعني يشاد بها طبعا تشكر على طبعا تقول للمحسن أحسنت وللمقصر قصرت وللمسيء أسأت لا سمح الله. إحنا علينا نتكلم نفس ما يحصل في المباراة، أنت تحلل المباراة تنتقد مثلا الشوط الأول لاعب معين، يمكن نفس هذا اللاعب اللي انتقدت أنت بين الشوطين يكون نجم المباراة في نهاية الشوط. نعم، من وصف الإعلاميين بالغوغائيين في انتقادهم، هل تعتقد أنه مدين باعتذار لزملاء المهنة؟ والله ما أعتقد أنه راح يعتذر، لكن أنا أعتقد أنه هو شخصيا هو الشخص اللي كان غوغائي فعلا
واتمنى ان ما نتبادل يعني المفردات. لا بس انا نقول انه على فكره انا علاقتي على فكره ورث انا ارجع لك شوفها كعلاقه شخصيه انا بيني وبينه علاقه جدا ممتازه انا كنت صريح معك. لكن احنا لما نتكلم عن عمل يا اخي خليك واضح وصريح انتقد وقت النقد اللي يستحق النقد انتقده واللي يستحق لكن مش يعني تكون هذا من عدوي وهذا هذا من شيعتي وهذا من عدوي يعني. شكرا. هو مدين باعتذار لكن ما اعتقد فيه اعتذار راح يكون. شكرا لك خالد على شفافيتك. شكرا لك اخوي عبد الله. حبينا حقيقه نفرد مساحه متوازنه يعني بين جميع الاراء سواء في برنامجنا او حتى البرامج الاخرى وسعيدين بالسماع لوجهات نظرك. شكرا ان شاء الله عبد الله. شكرا لك والله يعلم ان احنا من حب ومن غيره على رياضه هذا البلد وعلى هذا الوطن الغالي اللي نتمنى دائما انه يكون في المقدمة في مختلف المجالات. شكرا لك عبد الله. يعطيك العافية. شكرا جزيلا لك خالد. سعيدين بسماع صوتك ونحاول قدر الإمكان في الشبيبة دائما أن نتيح مساحة متوازنة ومتوازية بين مختلف وجهات النظر. يمكن في الأيام السابقة طرحت وجهة نظر من جانب تعتقد يعني وفق معطيات معينة أن وضع المنتخب والاتحاد وكرة القدم بمسار معين، والآن نطرح يعني وجهة نظر أخرى ترى يمكن عكس ذلك، ولكن دائما تبقى المساحة موجودة لتقبل الآخر وكذلك للاستماع من الآخر دون تبادل يعني أي تهم وانتقادات خاصة من أبناء المهنة نفسهم اللي يعول عليهم في أنهم يكونوا علامة موجبة وفارقة في مشهد الإعلام الرياضي العماني.